مساكم الله بالخيرات والمسرات مشاهدينا الكرام اينما كنتم داخل وخارج الوطن، احييكم في حلقه جديده من البرنامج اليومي مع الجمهور، وكل يوم نتحدث عن مواضيع جديده وقضايا ايضا متجدده نناقش فيها مع جمهور المتصلين ارائهم وتوجهاتهم، ونحترم كما قلت دائما ونكرر كل الاراء شريطه الا تكون في انزلاق الاخلاقي. طبعا اليوم موضوعنا حول أهم قضية يعيشها العالم العربي والإسلامي عموما واليمن خصوصا، مشكلة أنه لدينا نقيضين من جماعات إرهابية متطرفة اختلفت مسمياتها واتحدت أفعالها، فئة تتحدث أو تؤمن بخرافة الخلافة الإسلامية ودولة الخلافة الإسلامية، وخرافة أو وثقافة أو فئة أخرى تؤمن بثقافة وخرافة الولاية. جماعة الإخوان والحوثي هما في الشأن اليمني من دمر البلد، هكذا يقول معظم المتابعين للملف اليمني والقضية اليمنية، بل ومعظم السواد الأعظم من الشعب اليمني. الوطن العربي أيضا يعاني من هذه المشكلة. سيكون موضوعنا اليوم اليمن بين الأخوانة والحوثنة وخرافتي الولاية والخلافة، وهذه الأرقام التي تشاهدونها على شاشة هي للأرقام الاتصالات المباشرة، وأيضا معنا الإيمو عبر الاتصال المباشر وهو نفسه الواتساب، أيضا نفسه للرسائل الصوتية والنصية والفيديوهات. أذهب إلى فاصل ثم أعود لاستقبال اتصالاتكم للتعليق حول هذا الموضوع. إذن مشاهدينا الأكارم، أول المتصلين معي، مرحبا. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلني رسالة. تفضل أخي، من معي؟ محمد بن سيدي من المارس. تفضل يا عم محمد، مرحبا وحييك. شكرا. الله يخليك. اليوم نتحدث عن مشكلة عامة يعني تعيشها البلد، اللي هي اليمن بين الأخوانة الحوثنة والأخوانة، وبينهم ضاعة البلد، واحد يشتي خلافة واحد يشتي ولاية. كل هذه الأمور لا حنبوا لا في الخلافة الإسلامية ولا حنبوا إلا في الخلافة الرأسمالية، أهم شيء المال عندهم يعني الطرفين. لو إنهم حانبين بالوطن لكان ما في جناح داخل اليمن ما بيجرى الآن. والآن بيتجاملوا مع بعضهم البعض من أجل كل البداية عظيم من حيث يعني الجميع الأموال واتفاقية عام 2014 الذي في تركيا حسب ما ذكر التقرير الأمريكي والاستخبارات الأمريكية. فضحهم الآن إنهم اتفقوا على كل شيء، أهم شيء إنهم يبقوا في المناطق الجميع الأموال، لا همهم الوطن ولا همهم شيء ولا همهم دين. طيب يا عم محمد، على ايش يراهنوا والناس ضاقت احوال الناس وضاقوا من هذه الجماعات، يعني لم يعودوا يطيقونهم لا هنا ولا هناك لولا انه كل بيده السلاح. انا اقول للشعب اليمني انهم لا يراهنوا لا على امم متحده ولا على تحالف، نحن الشعب اليمني ادوياء وكل السلاح معه. اشكرك يا محمد، تحيه لك، وصلت الرساله. عليهم انهم لحظه عليهم ان يهبوا ويتخلص من هذه العصابات ان شاء الله. اشكرك يا محمد. ساعة ولا كل ساعة نواصل نقاتلهم حتى نتخلص منهم، كفاهي انا للناس من حريم من اطفال من رجال، ايش يعني كم بلقت الواصل الان؟ نتحرك نتخلص مع الرجال، نستعين بدول المتحده الذي بتعامل علينا حتى اي وامريكا وتحاول حتى لهم بغضوا خمس سنوات، ايش اللعبه مع الرجال؟ اطلب امام العالم عليك. شكرا يا محمد، اشكرك، وصلت الرساله يا محمد، شكرا لك. ومتصل جديد، الو مرحبا. الو الو الو، سامعني؟ الو مرحبا. الو، وغيره يا شباب غيره. الرجاء المتصلين دائما نكررها انه اسمعوني من التليفون، اسمعوني من الجوال، وخفض صوت التلفزيون. متصل جديد، الو مرحبا. الو الو، ايوه السلام ورحمه الله وبركاته. مساكم الله بالخير. مساك بالنور، تفضل اخي. من؟ ابو محمد. تفضل يا ابو محمد.
الله يحييك. وش موضوع اليوم؟ اليوم نتحدث عن قضية انه اليمن تعيش يعني ضحية الحوثنة والأخونة، يعني هؤلاء يطالبوا بدولة الخلافة وهؤلاء يطالبوا بدولة الولاية، وضاع الوطن وضاع الشعب ما بين هاتين الجماعتين. الله لا وفقهم، الله لا وفقهم، لكن ان شاء الله الشعب اليمني هو عارف بمؤامرتهم هذا. والله لا خلافة عثمانية ولا ولاية فقيه عندنا، انما الشعب ان شاء الله باذن الله عز وجل مغلوب على امره، وان شاء الله هو عارف وفاهم هذا المواضيع، وان شاء الله ما يناقش شيء. اشكرك يا ابو محمد، شكرا لك. ومتصل جديد. الو يا فارس. هلا مرحبا. انا ارسلت رساله قبل ايام، تمام، اشتهى اتصل الى العميد محمد علي عبد الله. عرفنا عليك يا اخي. طيب انا محمد المسجد صاحب مارب، اشتهى ارسلت رساله على التليفون توصلوها لي لمحمد علي عبد الله صالح حول مدير مكتبه النادي تلاعب. ابشر ابشر يا عم محمد، اشكرك. متصل جديد. الو مرحبا. الو الو مرحبا. الو. طيب يا جماعه، دائما كم يا الاف من الشهداء، كم الاف الجرحى، كم يا مدن تدمرت. يعني على مستوى مثلا سوريا كانت لديهم ربما اكثر من 1000 مصنع في ادلب لوحدها، وكانت هذه الدولة تصدر يعني كل صناعاتها بجودة تختلف، حتى ربما أفضل من الجودة الصادرة من أوروبا التي تأتي من أوروبا. ألو متصل جديد. ألو. ألو مرحبا. مساء الخير. مساء النور. ألو. فصلت. عيد الاتصال، عيد الاتصال يا أختي الله يخليك. ومتصل جديد. ألو. ومتصل عبر الإيمو. ألو مرحبا. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. من؟ ألو. السلام عليكم. وعليك السلام، من معي أخي؟ غير الشباب، ما في صوت. قلت لكم يعني سوريا على سبيل المثال كانت لديها 1000 مصنع في إدلب فقط، تأمروا عليها ودمروها، ومعظمها ذهبت إلى تركيا، مع أنها كانت صادراتها من الصناعات، من أجود أنواع الصناعات التي تصدر الوطن العربي، بأفضل حتى من الصناعات التي كانت في أوروبا. نفس السيناريو الذي حصل أيضا في ليبيا، كان النفط ربما في اليوم الواحد 1,000,000 برميل، وهو من أجود أنواع النفط في الوطن العربي وفي العالم، وتأمروا عليها واليوم مليارات. ولو ألو متصل، متصل جديد. ألو. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الأخبار؟ حياك أخي، عرفنا عليك. معك أبو نكبة. أبو نكبة؟ أيوة، أبو نكبة 2011. تفضل يا أبو نكبة. بالنسبة للإخوان والحركة، لا تعولوا عليهم نهائيا، هؤلاء معلوفين من 2011. معلوفين من 2011. الرائد اللي يرفع كتاب الله وهم يرفعوا يوم ثاني الشباشب ويقولوا رفعت كتاب الله ودنسته، هودا يا جماعة مش وطنيين. هودا مش وطنيين، هودا باعوا البلاد من يومه. لو هم آدم انهم راحوا للانتخابات واخرجوا البلاد بيومه، ما رحوا نحن بحدود. والآن كل قطرة دم تسيل هم المتحملينهم، هم شرارة الفتنة. طيب هل الشباب، هل الشعب يعني وعرف حقيقة هذه الجماعات، وأنه لابد من دستور قادم يقرم ويحرم هذه الميليشيات أو الجماعات المتأسلمة؟ هذا الشعب داري ما يغيب عنه أي حاجة، داري من 2011 وهم سبب الفتنهم. أشكرك يا أبو نكبة، شكرا لك. متصل جديد. ألو. ألو مرحبا. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايوه السلام عليكم. ايوه اخي، انت على الهواء. من؟ من؟ تفضل اخي، انت على الهواء. ابو عبد الله. ابو عبد الله. تفضل يا ابو عبد الله، مرحبا. واصل يا ابو عبد الله. الو. ايوه معاك، تفضل. كيف حالك يا عزيز؟ حياك، مرحبا. من معي اخي؟ نقول الله لا عوضهم ولا فوضهم، الاصلاح ان حلوا وان وجدوا على راس الزنداني
عرفنا عليك طيب يا استاذ، عرفنا عليك يا عم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا اخي. معك السالم البكار الحسيني. السالم صارم البتار الحسيني. تفضل يا صارم بتار. ونعم اولا اننا ادعي الشباب في انحاء الجمهوريه للانضمام الى 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 المقاومه عمران، مقاومه محافظه عمران ضد الميليشيات الحوثيه، وندعو الاخوه بالحزب الاصلاح ان يكونوا وطنيون، وفي الكثير منهم وطنيون. صحيح. يكفي ما سار في الشعب والوطن. الشعب يعاني، يعاني من جوع، يعاني من قهر، يعاني من ظلم. كيف عمران هذه الايام يا صارم؟ كيف وضع عمران يعني؟ مع انها يعني كم يا الاف من الشباب المغرر بهم ذهبت بهم الميليشيات. نشكل جبهه خارجا عن السياسيين، خارجا عن الكل. نعم. نشكل جبهه ضد الميليشيات الحوثيه. ونعم. اذا كان الجبهه توقف في نهم، احنا علينا ان نقوم بهذا العمل. وفي تقاوم من الناس يا وصلنا احنا الظلم يا اخي، وصلنا الظلم، مسنا الظلم. طيب في تقاوم من الناس، في تقاوم من القبائل، ولا خلاص مدعنين؟ في شباب وفي ناس مستعدين يضحوا بالمال والسلاح والرجال. ونعم، شكرا لك يا صارم، وصلت الرساله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، من اخي؟ معك ابو ضيف الله. تفضل يا ابو ضيف الله. يعني يا اخي ما يقدروش يعني يجمعوا الإصلاح والمؤتمر والناصري، وهذا يجتمعوا كذا على كلمة واحدة ضد الحوثي؟ هذا لنا سنتين وإحنا نطالب هذا الكلام يا أخي، ما حد راضي يسمع. لنا سنتين وإحنا نطالب هذا الكلام. أتعبنا يا أخي. أشكرك يا أبو ضيف الله، وعيد الاتصال مرة أخرى إذا عندك رسالة أخرى. متصل جديد. ألو مرحبا. ألو السلام ورحمة الله وبركاته، ارفع صوتك أخي. واصل يا باشا. الجعدي يا استاذ معك عفاش الجعدي. علي تفضل يا علي، تفضل انت على الهواء. عفاش معك عفاش الجعدي اخي. تفضل يا عم عفاش، حياك اخي. الله يحييك يا استاذ يا العزيز. هؤلاء الاخوان المسلمين هم الشر بحد ذاته، هم الذي خربوا اليمن، وهم الذي وصلونا الى ما وصلنا اليه. الاخوان هم سرطان الاوطان. الأخوان هم السرطان الحقيقي، هم الحوثيين. يجب علينا أن نتكاتف وأن ننكلهم ونكتثهم من جذورهم. هم أساس اللي يحصل في اليمن من 2011 إلى وقتنا الحاضر. طيب هل الشعب مستجيب، مدرك هذا الخطر، ولا مدوخ؟ الشعب مدرك هذا الخطر، وما حدث من 2011 عرى الأخوان المسلمين بما كانوا يدعوا. بما كانوا يدعوا انهم اولياء الله وانهم الصالحين. هم لا يقلوا خطر عن الحوثيين باعمالهم النجسه التي لا خلينا نقول الحوثي اكثر. الحوثي اكثر يا عم عفاش. الى ما وصلنا اليه الحوثي ما عاد فيش خطوط حمراء لو تجاوزها. واصل يا عفاش. الشعب يدرك بات يدرك من هو العدو الحقيقي، ومن الذي اوصلنا الى ما وصلنا اليه، من الذي سلم الدولة، ومن الذي أسقط النظام، ومن الذي ادعى الحق الإلهي. الحوثيين والأخوان هم عملة، وجهان عملة في وجهان، وجهان في عملة واحدة. أشكرك. نحن ندرك تماما. أشكرك الحمد لله أن الشعب اليمني أصبح يدرك من عدوه. أشكرك يا أخي، وصلت الرسالة. لا يؤر علينا الأخوان المسلمين. أقسم بالله أن التبعية حقهم اليوم الذي رأيناها، ورأينا حق الدعوة ابن زعيل يتبعوا قطر ويتبعوا تركيا ويتبعوا رأينا التبعية بحد ذاتها. صحيح. من يتبعوا لا يمثلوا اليمنيين، هم يأتون بالخلافة الإسلامية، والحوثيين يأتون بالمجوس والإيرانيين. تبعية لا ينتموا للوطن، ليس لهم أي صلة أساسا بالوطن. أشكرك، وصلت الرسالة يا عم عفاش، شكرا لك. علينا. أشكرك والله يا أستاذ فارس. معذرة على المقاطعة لأنه معنا كثير متصلين. أشكرك أخي. متصل جديد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل يا ابو صقر. اهلا وسهلا، مساكم الله بالخير. وبياك بالنعيم، تفضل. استاذ فارس، عندي موضوعين اريد ان اتطرق هنا، لو سمحت اعطيني وقت. خذ لك دقيقه لانه معنا كثير متصلين والله يا ابو صقر، معنا مئات المتصلين على الخط الان، ماسكين ثلاث اربع خطوط. على رجاله ان شاء الله. تفضل.
الموضوع الأول الآن ميليشيات الحوثي التي يقومون من أجل المدارس الأهلية وعدم منحهم التراخيص، لأنهم الآن وضعهم وضع مزري، يعني ما أعرف وش يوصلون إلى الطلاب اللي في المدارس الأهلية لكي يعلموهم الدورات الثقافية. أيوة. فبدأوا على الآن على منع التراخيص لديهم في بعض محافظات الجمهورية، وخصوصا منها المحافظة صنعاء، العاصمة صنعاء. وفي عندك يا عزيزي الموضوع الثاني اللي يقول لك على ان الاخوان ما اخوان، هذه هي باينه من 2011. تمام، احنا قمنا بصدد بزياره الى قطابه وصولا الى آل جابر. نعم، هذه ممكن انت تعرفها، هذه المناطق وهي مناطق حدوديه. تمام. فالوضع هناك لو تشوف الوضع اللي في هذه المناطق وخاصة في صعدة، الوضع مزري حقيقة، الوضع مزري فوق ما تتخيل. الآن الشباب يقول لك يا أخي إحنا الآن متحوثين، طيب من اللي بيقودنا ويخرجنا إلى بر الأمان؟ إحنا نحتاج قائد يقود هذه المعركة، إحنا محتاجين من يدعمنا بالسلاح، احنا محتاجين لاشياء كثيره. انت لا تعول على الحوثي، ما حوث الحوثي خلاص، هذا انتهى امره ان شاء الله. نعم، منتهي منتهي. اشكرك يا ابو صح. لكن يجب على الشعب اليمني الالتفات يد واحده وبدعم الامير طارق، وان شاء الله باذن الله تعالى وبقياده التحالف العربي ممثله بالاشقاء في السعوديه، على ان اليمن جاري على عام النصر ان شاء الله. اشكرك يا ابو صقر، وصلت الرساله، شكرا لك اخي. متصل جديد. الو الو، مرحبا. الو الو الو، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه السلام عليكم. وعليك السلام اخي، عرفنا عليك. السلام عليكم. وعليك السلام للمره الثالثه، عرفنا عليك. أبو فتح اليافعي. أبو ارفع صوتك الله يخليك. أبو فتحي. أبو فتحي اليافعي معك. تفضل يا أبو فتحي، تفضل أخي فتحي. طيب تفضل أنت على الهواء. أبو فتحي اليافعي، واصل أنت على الهواء يا أبو فتحي، تحدث، وصل رسالتك. أيوة والله، رسالتي اولا للاخ طارق، رسالتي للاخ طارق وللمجلس الانتقالي عليهم الاتحاد ويد هم متحدين، هم متحدين يا ابو فتحي. اقول لك رسالتي أولاً، هم متحدين وقوات المجلس الانتقالي وقوات العميد طارق، كل يعني كلهم في فندق واحد لاجتثاث من الشيء الحوثي. طارق وللاخ والاخوان بالمجلس الانتقالي على ان يتحدوا ضد هذه الميليشيات الكهنوتية وضد حزب الأوساخ. شكرا يا أبو فتحي، شكرا لك، وصلت الرسالة. متصل جديد. ألو ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحضرمي. هلا هلا بالحضرمي، تفضل. كيف الحال يا فارس؟ حياك أخي. ما عندي تلفزيون اليوم، ايش البرنامج؟ والله نناقش اليوم البلوى التي غزت الاوطان العربيه والاسلاميه، سوريا ليبيا، يعني ان البلدان العربيه ضاعت ما بين الخرافتي الخلافه الاسلاميه والولايه، واحد يقول الشيء مشروع ولايه، واحد يقول الشيء مشروع خلافه اسلاميه. والله بالنسبه للحوثي ان شاء الله امره محسوم ان شاء الله. اما بالنسبه الاخوان المسلمين اللي تبع قطر وتركيا، ان شاء الله بيجي دورهم، ولعبه تم مكشوفه، والتحالف الان عرف يعني لعبه تم، وان شاء الله بنسوي لهم ضربه قويه ان شاء الله. شكرا يا حضر، اشكرك يا اخي، اشكرك، معذرة على المقاطعه، معي عشرات المتصلين على الخطوط ماسكينها، العفو منك. متصل جديد. الو الو، مرحبا. الو الو، مرحبا. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك اخي؟ حياك، عرفنا عليك يا اخي. ف
صدام احمد صايد. تفضل يا عم صدام، مرحبا يا اخي. واصل انت على الهواء، واصل. فصل يا شباب غيره. عيد الاتصال يا عم صدام، ومتصل جديد. الو الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ حياك اخي. من حياك؟ ابو عنتره المحجز. تفضل يا ابو عنتره. والله نوجه رسالتي لكل اليمنيين ان يتقوا الله وان يعملوا ها للاخر. لانه كل واحد يحاسب بما صنع في اليمن. والله ان كل طفل يتدور متحسن بكل رجل في السلطه. لانه كل واحد لا يرحم الا نفسه. اشكرك يا ابو عنتره. بعد فرق. ايوه وصلت، وصلت رسالتك، اشكرك. يلا شكرا لك اخي. وهو متصل جديد. الو الو، مساء الخير. مساء النور والعافيه. معك ابو امت. تفضل يا ابو امت، مرحبا. عنيش العنوان. اليوم اليمن، اليمن ضاعت ما بين خرافه الخلافه وخرافه الولايه. نعم، اليمن ضاعت من 2011 من ثورة حميد. حميد كان يقتل العسكري في الجولة ويجزع من فوقه ولحقوا بعدها المغفلي. والثانيين هم كانوا عصابة متمردة في سعطات، الحين انتشرت لها فوق العالم، فوق الأمة. عصابة سرطان، هذا سرطان خبي. إني شيء تكاتف ولم الصف ولا في اليمن عتجس هكذا للأبد. لا إن شاء الله الأمور إلى خير يا أبو أمت. نعم، يبقى كلمة واحدة، الإصلاحي مع المؤتمر مع ويجمعنا صنطو إن شاء الله، ونلحق بعد وسط زعي عندما أوزع على الشعب اليمني. وكل واحد ما أدخل النور ولا كلام الزعيم حكم، كلام الزعيم الله يرحمه حكم للشعب اليمني. يعني ثورة يعني أوباش، هي ثورة أوباش ماشي بالحين السادة لحالهم والأوباش لحالهم وإحنا القبائل لحالنا، مالك أنت قدير؟ لا بد من خير يا أبو أمت. يكفي أن الشعب يعني كشف حقيقة هذه الجماعات التي تتقمص بعباءة الدين ويتاجروا بالدين. المشكلة يكذبوا على الله وعلى الرسول. نعم، بيقول لك يعني يدونهم من أول أخرى اليوم بمفتي الحسين الحوثية قرين القرآن، يعني ما يبع ولا ما يجوز. حسبنا الله ونعم الوكيل. اشكرك يا ابو امت، وصلت الرساله اخي. متصل جديد. الو الو، مرحبا. الو الو. كما قلنا لكم اذا المشاهدين الكرام، حتى لدينا مجموعه من الفيديوهات التي وصلتنا من مشاركات الجمهور عبر البرنامج، ارسلت بالصوت والصوره، نتابع بعضها ثم نعود لاستكمال الحلقه واستقبال اتصالاتكم. الدائرة السوداء تدور المعارك حول منطقة الشرق الأسود بأبعاد جديدة، تشتعل حروب حامية بالأسلحة والمظاهرات والقتل وإراقة الدماء، سواء كانوا في العراق أو في سوريا أو في اليمن أو في ليبيا. والحرب المصطنعة التي صنعتها أمريكا بمساعدة إيرانية، كما نلاحظ أخي فارس. نعم أن ثورة العراق الحالية والمشتعلة لأكثر من 4 أشهر كما تلاحظ أخي العزيز، ويموت آلاف منهم في صمت من العالم. لماذا العالم يصمت الصمت هذا بأكمله؟ لماذا الدول العربية تصمت الصمت هذا؟ لماذا الدول الإسلامية تصمت على ما يدور سواء كان في اليمن أو في سوريا أو في العراق أو في ليبيا أو في لبنان؟ ولكن مع الأسف الشعوب هي الذي لم تعي ما الذي يدور من حولها. نرحب بقناة اليمن اليوم، قناة كل اليمنيين، ونتمنى أن يكون هذا العام عام خير ويخرج منها الشعب ومن هذه الكوارث كاملة. والشرعية يجب عليها أن تعمل بجد واجتهاد وأن تخارج الشعب، بدل ما ظلي جالسة في فنادق الرياض وتركيا وقطر والجبهات كلها موقفة والمواطنين يعانوا معانا كبيرة.
وتلقى أن هي أن ما قامت من جبهة خذلتها الشرعية، خذلتهم في الساحل، خذلتهم في حجور وبالعود وبالضالع وبالحدا كل مكان، حتى المواطنين فقدوا الأمل، ما عبش عندهم أمل بشيء، وينظروا إلى الشرعية يقول لك إذا قمنا ضد هذولا من عجلنا البديل؟ يجي البديل الذي بيحكمنا من الخارج من فنادق الرياض وتركيا وقطر. من يبدل حضارة وهوية وطنه، من يستغني عن هوية بلاده، عن تاريخ بلاده، عن علم بلاده، عن سيادة الجمهورية، ليس له مكان على أرض سيادة الجمهورية اليمنية، حيث النظام والقانون، حيث السيادة الجمهورية إيمان أبو هادي تكون. تحية للمشاركين في أيضا هناك، لدينا آلاف الرسائل التي تشاهدونها على شاشة أيضا بالتفاعل الجمهور وكلنا يعبر عن رأيه. ومتصل جديد، ألو مرحبا. ألو ألو، مساء الخير. مساء النور، أنا قاعد. من جانب جمن اليوم؟ أيوة أخي، انت على هو، أعرفنا عليك. أحدثك على باسمي يعني حتى المستعار، احنا مش ضروري باسمك. حياك الله، معك ابو عامر. تفضل يا ابو عامر. والله يا اخي شوف، انا اشاهد قناتكم هذه الكريمه. وانعم فيك. واشوف يعني احنا ما عندنا العفن قد وحوال، لماذا احنا ما نتكلم ونشوف الحل الذي هو خرج البلد من الازمه هذه؟ ترى والذي يحمل مشروع وطني هو هذا الرجل الصالح، مثل ما رحمة الله يطفش علي عبد الله الصالح. عمل لنا منجزات ما ننكر منجزاته ولا ننكر حاجة، الذي ينكر ما بنجح. صحيح. فإحنا يا أستاذي الآن أنا أشوف أكثر المتصلين يشتم هذا ويسب هذا، سواء يكون مؤتمر أو يكون. طيب يا أبو عامر، يا أبو عامر. يا أخي إحنا فتحنا نافذة للناس كلهم يعبر عن آرائه. عيد الاتصال الله يخليك يا ابو عامر، لكن اوضح لك انه احنا هذه نافذه من يوم ما جاءت اليمن اليوم هي لسان حال كل الشعب اليمني، وبالتالي لما نكون على الهواء مستحيل ان تقطع احد او تقول له قول قول، احنا ما نعبي احد، كل واحد يعبر عن رايه، ويعني ما عندناش اي مشكله من احد. انتم تشاهدون ان البعض يسب ويشقدف علينا ونقول له شكرا لك، هذا رايه يعني. ومتصل جديد، الو. سلام الله عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ابو صقر معك. تفضل يا ابو صقر. تحيه لك وتحيه لكل اليمنيين. وياك اخي، تفضل انت على الهواء. اخي الفاضل اسمح لي دقيقه انا اشرح لك. تفضل اخي الفاضل. انت تعلم ان الحكومه الشرعيه تشتغل ضعفها لصالح الانفصاليين، والانفصاليين يشتغلون خلاص حتى يهملوا على الدوله. ويسردوا اليمنيين الاخرين. الان من هو باسميه صاروا كلهم انفصاليين، وكما صاروا اثنين. تعلم يا اخي الفاضل ان الشعب اليمني اصبح اكبر من ثلثه، والشعب اليمني يعاني من اوضاع اقتصاديه ومن حفظ الامن وانفتاح على المجتمع اليمني. اخي الفاضل، اليمن يريد العقال والحكماء والوجهاء والقيادات الذي فيهم خير اليمن، الذين يحنون على الشعب اليمني، لا يحاصرون البترول ولا يحاصرون الاقتصاد ولا يحاصرون شيء، لان الضحيه هو. قاتلنا احنا، نقاتل الشعب اليمني. ليس ما يسمى لا طارق ولا الحوثي، الذي لا يموت هو ابن الشعب اليمني. طيب ما هو الحل يا ابو صقر؟ ما هو الحل يعني؟ ما هو الحل يعني؟ ما هو انت تشوف ميليشيات كل يوم لا عاد خلت شيء للشعب اليمني. سرق سرقت المرتبات، سرقت الحقوق، سرقت الافكار، سرقت يعني كل يوم معها افكار داخله من داخل الوطن تعبي اجيالنا افكار ارهابيه متطرفه رجعيه، دمرت المنازل، دمرت دور العباده، ما عاد خلت شيء. احتكت اعراض الناس، مجموعه عباره عن حرابه، ما حكمهم شرعا. اخي الفاضل، اخي الفاضل، الله خلق عدل وسمع وبصر. وين هذا العقل يا ابو صقر؟ لو عندهم عقلاء ما فجروا بيوت الله ولا فجروا بيوت الناس ولا يعني ولا مارسوا هذه الجرائم. الخطأ هو يحصل من جميع الناس، ولكن يجب أن الإنسان العقل حل كل شيء، والعادل والقائد هو الذي يحل المشاكل بالحلول. طيب ننظر للإمارات وننظر للسعودية
شوف الامن فيه، هل هم يقتلوا فيما بينهم؟ لا. هل يستحوا كلهم يقتلوا الثاني؟ لا. هل يدوا بلدهم؟ لا. هل يهينوا بلدهم؟ لا. هل يهينوا بعضهم لبعض؟ لا. طيب يا ابو صقر، هذه فتنه، فتنه حلت على اليمن، ما هو الحل؟ دلنا حل. الحل ان نحافظ على حدود البلاد وسيادته، وان نرجع الى العدل كما الله امر وقال قد خلقنا لكم العدل والسمع والبصر. فالانسان ليس خلق يعني حيوان، هو خلق انسان ليفكر ويحل مشاكله. فالحل هو السلاح القوي، القوي القوي من حل المشاكل بالعدل ان شاء الله. اشكرك يا ابو صقر، اشكرك، وان شاء الله يعني تصل رسالتك لكل العقلاء في كل يعني الكيانات المتصارعه. شكرا لك. ومتصل جديد. الو الو، مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. معك عبد الله شوقي. يا اخي الميليشيا يعني دخلت ثقافه على اليمن يعني ما هي حاليه، وبعدين الشرعيه يا اخي ما حركت ولا اي شيء، وبس اختطف النساء الحريم والعيال الصغار يجندون في المعارك، والشرعيه يعني ما تسوي شيء. والحل يا عبد الله، والحل يحرك الجبهه ان شاء الله. اشكرك يا عبد الله، وصلت الرساله. يعني معظم المتصلين في كل حلقه يدعونا الى تحريك الجبهات، لكن لا ندري لماذا يعني الكل مغض الطرف عن هذا الموضوع، وهو عبارة عن استفتاء شعبي. يا أخي احترموا إرادة الناس، اعملوا حل. ومتصل جديد. ألو مرحبا. ألو، فصل يا شباب غيره. ومتصل جديد. ألو مرحبا. ألو ألو مرحبا. غيره يا شباب. ألو الو مرحبا. الو الو مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. من معي اليوم؟ اليوم نعم يا اخي، عرفنا عليك. ابو صخر. ابو ابو صخر. ابو تفضل يا ابو صخر. يلا صخر صخر عفوا. ايوه معكم ايمون ولا بس يعني رخص. تفضل انت على الهواء. ما علي. السلام عليكم. وعليكم السلام، انت على الهواء يا ابو صخر، تفضل. كيف انت استاذ فارس؟ حياك اخي. يعني من خلال منبركم الشريف اناشدكم واناشد الاصلاح والمؤتمرين الشرفاء يعني انهم يتوحدوا وتكون كلمه واحده. إذا أرادوا يعودوا إلى وطنهم عليهم أن يتوحدوا لكم كل ما واحدهم. يا لا تسمعوا كلامك يا أبو صخر، يا لا تسمعوا كلامك. بالأخير هناك صندوق، بالأخير صندوق من فاز حكمنا على عيوننا وروسنا. صحيح. الآن لن تقوم لنا قايمه كل واحد وحده. صحيح. وإحنا نأيد ما طرحت يا أبو صخر، وندعو العقلاء أن يتحدوا. يا أستاذ فارس كلنا غلطنا من 2011 لليوم، كلنا غلطنا وكل واحد فعل ما غلطه. تمام. علم يا أبو صخر. أنا أقول يعني نفضل الوطن على المصالح الشخصية إن شاء الله. والله ما هذا مطلبنا جميعا يا أبو صخر. يا ليت اسمعوا كلامك هذا الكلام. اتوحدت ضد الجرثومة الفارسية هذه، حرقت الحس والنسل ودمرت كل شيء. معك ومؤيدين ما طرحت. الإصلاح قال المؤتمر قال عفاف كلنا يمنيين وحنسد الصندوق. ونعم. تسلم تسلم. شكرا لك يا أبو صخر، وصلت الرسالة. ومتصل جديد. ألو ألو ومتصل جديد. ألو مرحبا. تفضل يا أبو غالب. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أبو غالب كيف حالك أبو غالب؟ طيب حياك أخي، تفضل. أبو غالب تفضل أنت على الهواء. كيف حالك؟ طيب الحمد لله. واصل يا أبو غالب، أنت على الهواء. ما في صوت يا شباب. عيد الاتصال يا ابو غالب، عيد الاتصال. ومتصل جديد. الو الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك يا علي؟ حياك اخي، عرفنا عليك. معك عدنان سيف. عدنان. ايوه تفضل يا عدنان، انت على الهواء. يا اخي اقول لك يا اخي الشرعيه ضروري تحدد الجب. عيد الاتصال يا عدنان.
قال الشرعيه ضروري تحرك الجبهات. يا اهل تسمعوكم ومتصل جديد. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك اخي؟ حياك، عرفنا عليك يا اخي، انت على الهواء. عبد الفتاح الهنومي معك. اتفضل يا عم عبد الفتاح، مرحبا فيك. مرحبا فيك. انا عندي رساله مفادها باختصار شديد. واصل، خذ راحتك يا اخي. لماذا بصراحه انتم مثلا كالمؤتمر الشعبي العام وفي القناه هذه الموقعه قناه الاصلاح المماحكات التي لا تفي ولا تسمن ولا تغني من جوع؟ مثل ايش يعني؟ كيف مماحكات؟ يا عم عبد الفتاح، هل رايتنا اتهمنا احد؟ احنا عدونا جميعا الحوثي، الحوثي الذي عدو الانسان، عدو الشعب الذي جاء اسقط الدوله وكل مؤسساتها. لو سمحت تفضل. انا تابع حقكم المثقفين والكتاب. مش حق لها ولا يا عبد الفتاح يا عبد الفتاح. طيب اسمعني، احنا هذا ليس محسوبين علينا، احنا فتحنا نافذه لكل الناس، لكل اليمنيين من مختلف الاطياف السياسيه، كلنا يعبر عن رايه. مثل ما الآن أنت اتصلت مثل ما الآن اتصلت دخلت على الهواء، هل كنا نعرف من أنت؟ لا صراحة لا. نعم خلاص، إحنا هكذا كل المتصلين يا عبد الفتاح، أي واحد يتصل والله لا ندري من هو، ولا خلفيته السياسية ولا ثقافته ولا من يمثل، في الأخير يمني. أقول لك يا أستاذي، لا أستاذي ليس في الاتصال الآن، أنا لا أكلمك في الاتصال الآن، ولكن في مواقعكم الإخبارية. تفضل. كما موقع اليمن اليوم، كموقع اليمن اليوم في الفيسبوك مثلا، كموقع القنوات حق الإخوة داخل. باختصار شديد، أنتم يعني لم نظل إخوان، أنتم دولة جاي من قطر، من تركيا، أنت مؤتمرين جاي من الإمارات، جاي من ذا، كلنا إخوة، وعندنا ميليشيات وعنصريون أفكون كهوف لا يعرفون فينا لا دين ولا ذمة. صحيح، هم الحوثيون، هذا كلنا عارفين هذا الشيء. إذا لابد أن نتوجه كلنا نحو هؤلاء. أي واحد وأي إنسان يعني يدخل مثلا من الأطياف هذه يأتي بتشعبات إخراج خارج إطار توجهاتنا الوحدوية الضميرية. نعم. الجمهورية، يقول لك أنت غلط. فلذلك نحن نريد أن نحرر الشعب اليمني. يا أخي والله العظيم، والله العظيم إن الناس تحت ضغط الميليشيات. صحيح. يعني في حالة يرثى لها. يا عبد الفتاح أنا مع ما طرحت، خذ هذا، أنا قناعتي الشخصية مع ما طرحت، وندعو الناس والعقلاء في كل الأطياف السياسية أن يتحدوا، وهذا ليس مطلبك أنت، مطلب كل اليمنيين، لكن أين من يسمع؟ أين العقلاء؟ ليس العقلاء بس، حتى أنا وأنت، المواطن العادي لابد أن يتحد. أشكرك. في الشارع لابد أن يتكلم ويقول هؤلاء هم أعدائنا. صحيح. في الشارع، في البيت، في المدرسة. وأنا أؤيد لك يا عبد الفتاح، أشكرك ومعذرة على مقاطعتك، معنا مئات المتصلين، شكرا لك. متصل جديد. الو مرحبا. الو من معي يا اخي؟ الو مرحبا. ايوه اخي تفضل، انت على الهواء. يا مساء الخير. مساء النور. معك عبد الله حبابي. تفضل يا ام عبد الله. اليوم والله كان لقى بين العميد طارق والامير خالد بن سلمان، لقى ان شاء الله يكون على خير. ان شاء الله ويفتح لنا المنفذ، منفذ البق ان شاء الله. تعب المغتربين، سفر من العبر ومن طريق الموت ومن عند الاخوان المسلمين ومن عند هاشم الاحمر ومن عند وان شاء الله هقدوا. ما في حل اصلا، يعودوا الى حضن السعوديه والى حضن زي ما كان. احنا من اول ما عشنا الله من ظهرها. احنا ما نراهن الا على الشعب اليمني يا عماد عبد الله، رهاننا على الشعب اليمني، يدعو الى التكاتف، ينقذ البلد، ينقذ الشعب اليمني من هذه الميليشيا ومن هذه القرثومة الخبيثة ومن هذا السرطان. ما في حل اصلا. اقول لك نحاربهم لا يوم القيامة، احنا ما نبغى نحارب لا يوم القيامة، نبغى نعيش. طيب يعني هؤلاء حيخلوك تعيش؟ هل انت عايش يا عم عبد الله؟ ما احنا عايشين، بس ما جاش اللي يجي. احنا نتحدث عن الشعب اليمني، الشعب اليمني يموت من الجوع، تعرف ايش معنى الجوع؟ الجوع كافر. انا عارف بس ما فيش احد اللي يشتوي يسجلوا باسمه النصر. هم التحالف ما يشتيش النصر باسم الاخوان المسلمين، ممكن باسم طارق اذا سدوا واتفقوا. احنا لا نرى يا عم عبد الله سواء كان هذا كلامك بحسنيه او بقصد، احنا والله العظيم
رهاننا على كل الأبطال في مختلف الجبهات دون تصنيف لأحد. العميد طارق هو جندي من جنود هذا الوطن، وليس يعني يعني احنا لا نقول انه خلاص البطل، في ابطال، في شهداء، في جرحى من كل الاطياف. اليمن مليان، فعلا اليمن مليان، بس يا اخي ما فيش نتيجه يا حبيبي، ما عرفنا هذا. نراهن على وعي الشعب اليمني يا عم عبد الله، احنا ندعو الجميع الى ان يتوحدوا، واذا اتحد الجميع ضد ميليشيات الحوثي اضمن لك اسبوع الى شهر، خليها شهر ورجع صنعاء الى احضان الدوله وبعدين الصندوق والحكم. الله يفكها على الشعب. شكرا لك يا عم عبد الله، شكرا لك، وصلت رسالتك. ومتصل جديد. الو الو، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، كيف الحال؟ حياك اخي، عرفنا عليك. معك ابو يمن. تفضل يا ابو يمن، تحيه لك. الله يحييك. والله معي كلمه حابه اقولها للعكيد طارق. تفضل. أقول للعكيد طارق العميد يعني يتحرك في الجبهات وتحرير اليمن، وأملنا في الله، يعني أملنا في كثير إن شاء الله. العميد طارق ثاني شيء نقول له يستعجل بتحريك الجبهات، وعد يعني قادة الألويات وقيادة المؤتمر الشعبي العام. طيب يا ابو اليمن، الرجل بعد ما يصفيها من ميليشيات الحوثي ويبقى طارق لحاله. يا ابو اليمن، ربما انت مش دريك حجم المؤامره، انه الحكومه الشرعيه والحوثيين راحوا اتفقوا وقعوا على اتفاق التهدئه وقالوا بيحلوا الاشكاليه، والان دخلت السنه الثانيه، لا الحكومه الشرعيه طالبت انسحبت وقالت يلا تقدموا، لا هم الذي حرروا البلد ولا تركوا غيرهم يحررها، وهذه مشكلة. أيوة. طيب احنا هدفنا عدو واحد هو اسمه الحوثي، الحوثي هذه عبارة عن ميليشيا وعن عصابات. اشكرك يا ابو اليمن، شكرا لك، وصلت الرسالة. متصل جديد. الو الو، مرحبا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا خالد؟ حياك اخي، عرفنا عليك. معك ابو خالد. تفضل يا ابو خالد، مرحبا. كيف حالك؟ حياك فوق راسي، تفضل. الله يرحم الشهيد علي عبد الله صالح. امين. الله يرحمه. سؤال اخذوك الشهيد الله يرحمه. يا اخي اللي جنوا على البلد اخوان المسلمين هم السبب الكارثه، ومع ذلك بيدخلوا تركيا ودخلوا السعوديه ودخلوا في اليمن، لا نهايه ولا بدايه. اولا هيكلوا الجيش وخربوا الجيش وشدقوا بعلي صالح وهم فاجرين من اساسه. يعني هيكل الجيش وخربوها وشدقوا بعلي صالح كلما بعدت. طيب يا ابو خالد، كيف نتجاوز هذه المرحله؟ كيف نتجاوز هذه المرحله واخطاء الماضي نحرر البلد؟ انا اطالب يا اخ فارس ان يتوحدوا ويدرعوا الخلافات ويدرعوا المزعبلات الاكاديمي حقهم. نعم. ويتوحدوا مع طارق، انا اقول طارق ولها، لانه طارق يعرف الخبايا في صنعاء وفي حجه وكل محافظه يجمع طارق كلهم. طارق ان نقول الله سبحانه وتعالى ما يستخرب شيء الا بحكمه ان شاء الله. وعلي صالح لما تخلى على حوادث هذا الله سبحانه وتعالى يعني نرجل الله يرحمه يعني تبرى منهم وتخلى منهم الحوادث، لانه لهم لا لهم دوله ولا لهم عصابه، دوله عصابه تبرى منهم وطارق ويتمكن فيها. نعم. اما تقول في غيرهم لا، لكن الله سبحانه وتعالى ما خالد ولدنا واخذ المعركه وقهر الفرس والروم وقهرهم، هو خالد ولدنا اللي استطاع ان يقهرهم وهذا الوحيد، ولكن طارق ان شاء الله سيقهر الحوثي. اشكرك. عنده خبايا اللي في صنعاء واللي في اذ كله مع طارق، لكن غير طارق لا محاله عن يدخل الحوثي. احنا نراهن على كل الابطال، على كل الشرفاء يا ابو خالد. كلهم معاه. اشكرك. اذا دخلت المعركه تاكد ان الحوثي انتهى. اشكرك يا ابو خالد، شكرا لك، وصلت الرساله. حد باقي متصلين يا شباب؟ إذا كان مشاهدينا الكرام هذا آخر المتصلين، أشكرك أبو خالد وتحية لكل المتصلين الذين شاركوا في هذه الحلقة، ونعتذر لمن لم نستطع أو لم يتمكنوا من إيصال رسالتهم، لكن إحنا نقول دائما إنه البرنامج معكم على طول إن شاء الله، وكل يوم نناقش قضايا جديدة، ومن لديه أي مقترح أو أي ملاحظات رسالها عبر الرقم، طلع أستاذ معين رقم الواتساب، إما رسالة صوتية أو رسالة نصية أو حتى اتصال فيديو، رقم الواتس يا شباب. طبعا احنا معكم من السبت الى الاربعاء، اكرر من السبت الى الاربعاء معكم في هذا التوقيت 7:30 بتوقيت صنعاء، اعاده البرنامج الساعه 12:40 دقيقه بعد منتصف الليل، وغدا ايضا 12:30 ظهرا. معنا يوم السبت ان شاء الله سنكون معكم حول
استمرار حوثنة مؤسسات الدولة. وكما وعدناكم في حلقة سابقة أنه لدينا وصلتنا حوالي 7000 اسم من هذه الميليشيات التي تم الزق بها في مؤسسة الدولة. بعضهم لا أمي لا يقرأ ولا يكتب، المهم من السلالة. سنفضحهم بالاسم ونقول لأبناء اليمن آباء الأمهات الإخوة، وثقوا واكشفوا هذه الجرائم الميليشيات، وابعثوا عبر أي تحركات للميليشية على مستوى الطاقم والفرد الحوثي والمتحوث، ابحثوها عبر ارسلوا عبر الواتساب، وسنكون خداما لكم وجنودكم. دمتم ودم الوطن بألف خير. إلى اللقاء.